أهلا بكم في درس جديد من تعلم الجافا سكريبت. نكمل معكم في الحديث عن موضوع الوراثة، ودرسنا لليوم سوف نركز فيه عن كيفية القيام بالوراثة عن طريق الكونستراكتور. تعلمنا سابقا أنه أستطيع إنشاء الكونستراكتور باستخدام الكلمة المفتاحية function، وأقوم بتمرير البارامترات التي أقوم بالبناء على أساسها. وأيضا نوهنا سابقا إلى أنه جميع الأوبجكتس التي أقوم بإنشائها هي تكون في الواقع نسخة وارثة للأوبجكت العام الموجود في الجافا سكريبت. ففعليا أستطيع وراثة جميع الفانكشنز المتضمنة في هذا الأوبجكت العام. فمثلا دعونا نقوم بإنشاء constructor لنقول person شخص ما، وأقول هنا function person، وقلنا أنه أعبر عن الconstructor بجعل الحرف الأول capital letter، وهنا أقوم بإدخال البارامترات لنقول name وأدريس ومثلا phone number، وهنا أقوم باستدعاء this name، وبنفس الطريقة على الأدريس والفون. فعليا مجرد أن أقوم بتعريف الكونستراكتور في هذا المكان، فالإنجن المحرك الخاص في الجافا سكريبت يقوم بإنشاء هذا الكونستراكتور من خلال استخدام الأوبجكت كرييت التي نوهنا إليها في الدرس السابق. أي ضمنيا الجافا سكريبت يقوم بما يلي: يقوم هنا بجعل البيرسون بروتوتايب مساويا للأوبجكت كرييت، الأوبجكت بروتوتايب مضاف إليه الكونستراكتور، بحيث يقوم بجعل الكونستراكتور مساويا للقيمة الخاصة به والتي هي person، وأيضا الconfigurable والwriteable والenumerable جميعها يجب أن نقوم بكتابتها بقيمة true. بهذا الشكل. هذا فعليا ما يقوم به الانجن المحرك الخاص في الجافا سكريبت على انشاء الكونستراكتور بهذه الطريقة. الان ما سوف نقوم به هو القيام بوراثة هذا الكونستراكتور عن طريق كونستراكتور اخر. طبعا مفهوم الوراثة هنا مختلف قليلا عما تعودنا عليه، وخاصة في باقي لغات البرمجة والتي تنطبق على ما قمنا به في السلسلة الخاصة في الـ OOP على الجافا. ولكن هنا من الجيد كما قلنا معرفة هذه المصطلحات وكيفية التعامل معها في الجافا سكريبت. فدعوني أقوم بإنشاء بعض الميثودز التي تقوم بتعريف هذه المتحولات. مثلا هنا دعوني أقوم بإنشاء تابع لعرض هذه القيم، فأقول هنا مثلا display يساوي function مثلا بهذا الشكل على سبيل المثال، فأقول هنا مثلا variable نقول person يساوي new person، وهنا أقوم بإدخال parameters مثلا عمر الأدريس والهاتف بهذا الشكل. هنا إذا أردت طباعة النتائج أقوم باستدعاء person display، نذهب لرؤية النتائج، أقوم بالتحديث بهذا الشكل. جيد، الآن سوف أقوم بإنشاء constructor إضافي وجعله وارثا لهذا constructor. مثلا دعوني أقوم بإنشاء constructor للتعبير عن المعلمين teacher، فتيتشر يرث من person لأن المعلم هو شخص امتهن هذه المهنة. فأقول هنا function teacher
مثلا هنا نقوم بإدخال بعض الخصائص المتعلقة في التيتشر، مثلا نقول subject المادة التي يدرسها وأيضا school. بهذا الشكل. وهنا سوف أقوم بإنشاء بعض التوابع التي قد تعدل على parameter موجودة هنا، مثلا تعديل على name والأدرس. فهنا أقول مثلا set name، طبعا أقوم بإدخال value وهي تساوي هذه الفاليو بهذا الشكل. وبشكل مشابه أستطيع كتابة توابع لحساب مثلا الأدرس بهذا الشكل. ولجعل هذا التابع يشمل الأدرس والفون، فنقوم بالتعديل عليه وجعله set info، وهنا value 1 و value 2. بهذا الشكل. دعونا الآن نقوم بالوراثة. طريقة إنشاء الوراثة سهلة للغاية. نقوم باستدعاء التيتشر للبروتوتايب الخاص به، وأقوم بإسناد إليه أوبجكت من نمط Person. إذا قمت بإدخال البارامترات فسوف يقوم بإسنادها، وإلا فسوف يقوم بإسناد Undefined لهذه المتحولة. دعونا هنا نقوم بإنشاء تيتشر. نقوم بإدخال السبجكت والسكول، مثلا ما وسكول أندلس مثلا. فهنا إذا قمت باستدعاء teacher display سوف يقوم بطباعة undefined variables على جميع هذه المتحولات لأنها غير معرفة. لنرى، قم بالتحديث، نرى أنها غير معرفة. بينما دعوني أقوم بتعليق هذه، وهنا إذا قمت قبل الطباعة باستدعاء التابع set name، وهنا قلت مثلا أحمد، فسوف يقوم بإسناد هذه القيمة إلى name. لنرى، تمام، أسند أحمد، أما بقية القيم فهي ما زالت undefined. هنا أستطيع الإضافة أيضا مثلا الأدرس أمس والرقم أيا كان. لنرى الآن، قم بالتحديث بهذا الشكل. تم إضافة هذه المتحولات، ونرى أن هذه الميثود الخاصة بالدسبلاي تمت وراثتها من البيرسون. وأستطيع أيضا عن ذلك أن أقوم بوضع قيم ديفولت عند الإسناد إلى البروتوتايب هنا بوضع النيم والأدرس والفون. وأيضا هنا أستطيع أن أقوم بإضافة بعض التوابع، لنقول هنا مثلا بيرسون بروتوتايب، لنقوم بإضافة تابع مثلا توسترينج لنقوم بتعريفه function مثلا بهذا الشكل. أما بالنسبة للتيتشر فأقوم بتعريفه هنا، فإضافة إلى النيم والأدرس والفون قم أيضا بإضافة السبجكت والسكول. فمثلا بهذا الشكل. دعونا هنا قم بتعليق هذه، وهنا بالطباعة قم بذكر مثلا person to string. لنرى الآن، قم بالتحديث بهذا الشكل. هذه المعلومات، الاسم
الستريت، وأخيرا النمبر. دعونا نقوم بوضع فوارق والتفريق بينها. لنرى الآن بهذا الشكل. أما بالنسبة للتو سترينج الخاص بالتيتشر، فهنا دعوني أقوم بإضافة line break. لنرى الآن بهذا الشكل. نرى هنا كيف أنه أستطيع توسيع البروتوتايب الخاص بالكونستراكتر ذاته، وأستطيع أيضا أن أقوم بوراثة كونستراكتر وأرث عن ذلك جميع الميثودز التي يتضمنها والأتريبيوتز التي يحتويها، وأقوم بإنشاء بروبرتيز جديدة ومتحولات جديدة، أو أقوم بالأوفررايد على متحولات موجودة مسبقا. هذا باختصار كيفية التعامل مع الكونستراكتر ضمن مفهوم الوراثة. وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.